بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للجميع. في إطار مواصلة دروس التعلم عن بعد دائما، إذا نواصل بدورنا القيام بهذه العملية، ونتحدث اليوم بحول الله عن مادة اللغة العربية بالنسبة لمستوى الأولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية، وتحديدا عن مكون المؤلفات والسيرة الذاتية المقررة في الأسدس الثاني والمعنونة في الطفولة للكاتب المغربي عبد المجيد بن جلون. إذن سنحاول أن نعرض بحول الله لأبرز أحداث هذه السيرة الذاتية. يأخذنا تتبع الأحداث إلى البدء بالحديث عن الفصل الأول، ونأخذ منه المقطع التالي الذي يقول فيه عبد المجيد بن جلون: قيل إنني ولدت في مدينة الدار البيضاء. إذا نلاحظ هنا أنه يستعمل ضمير المتكلم ويتحدث لنا عن ولادته بمدينة الدار البيضاء. بعد ذلك يقول: ثم قضيت في تلك المدينة بضعة أشهر. إذا قضى في الدار البيضاء مدة ليست طويلة. ثم يقول: ركبت البحر بين ذراعي أمي إلى إنجلترا، وهي إشارة إلى سفره وعائلته إلى بلد آخر هو إنجلترا. كتعليق على هذا المقطع يمكننا أن نقول أن السرد فيه يتحدث عن ولادته بمدينة الدار البيضاء وانتقاله بعد ذلك رفقة عائلته إلى إنجلترا. في نفس الفصل دائما نأخذ مقطعا آخر، هذه المرة يقول فيه السارد: كانت علاقتي بالمربية أمتن من علاقتي بأمي، عفوا من علاقتي بأبي الذي كان يغيب عن المنزل طوال النهار، وأمتن من علاقتي بأمي فقد كانت شابة ضعيفة لا تمكنها صحتها الواهية من الاهتمام بي. وهنا طبعا واضح أن السارد يتحدث عن علاقته بوالديه أولا، والتي واضح أنها لم تكن علاقة قوية بسبب أولا عمل والده طوال النهار، وهذا ما كان يجعله يغيب عن المنزل، والسبب الثاني هو أن والدته كانت امرأة ضعيفة وصحتها واهية. هنا إشارة إلى كونها تعاني من مرض ما. ويمكننا أن نأخذ التعليق التالي على هذا المقطع: حديث السارد عن علاقته بعائلته والمربية، وهذا أبرز ما يقع في هذا الفصل الأول. إذن السارد فيه يحدثنا عن مرحلة عمرية متقدمة من حياته، هي مرحلة الولادة بمدينة الدار البيضاء، وبعد ذلك انتقاله وعائلته إلى إنجلترا، ويبدأ بالحديث عن علاقته بعائلته والمربية في إنجلترا. في الفصل الثاني نأخذ المقطع الأول التالي، يقول فيه السارد: كانت أمي كما قلت من قبل شابة ضعيفة، فكثيرا ما كنت أراها طريحة الفراش. وهنا يتأكد ما قلناه سابقا من كون والدته مريضة وضعيفة، يعني يبدو أنها تعاني من مرض يجعلها دائما لا تطرق الفراش. كتعليق على هذا المقطع يمكننا أن نقول أن السارد فيه يصف حالة والدته المريضة. في المقطع الثاني يقول لنا السارد: ثم أحتفظ لها بالصورة الأخيرة. إذن هناك صورة أخيرة، وهي الصورة التي لا يمكن أن أنساها ما حييت. أرى شخصا، حيث بدأت أرى شخصا غريبا يحمل في حقيبته أو في يديه حقيبتان يزورنا كل صباح ويصعد إلى غرفتها. هنا إشارة إلى أن مرض والدته في مراحل متقدمة، بحيث أن شخصا غريبا يزورها دائما، واضح بطبيعة الحال من خلال الأوصاف التي قدمها له أنه طبيب.
وعلى هذا المقطع يمكننا أن نأخذ التعليق التالي: إذا تأثير مرض والدة السارد على الأجواء داخل المنزل. هو يصف لنا كيف أن المنزل ظل حزينا طوال فترة مرض والدته. في مقطع آخر دائما في هذا الفصل يقول السارد: ثم قالت لي ميلي، هذه هي أحد أفراد عائلة باترونوس، لا تثق بكل ما يقال لك، لقد ماتت أمك المسكينة، وسآخذك لرؤيتها، ولكن عدني ألا تبكي ولا تخف. إذا هنا نعرف حقيقة مؤلمة للسارد على الأقل، وهي أن والدته قد ماتت، وميلي تخبره بذلك. كتعليق يمكننا القول: معرفة السارد لحقيقة موت والدته. وهذا أبرز ما يقع في هذا الفصل، يعني يمكن أن نقول أن أبرز أحداث الفصل الثاني هي مرض والدة السارد وموتها وما خلفه ذلك عنده وعند كل أفراد العائلة. في الفصل الموالي وهو الفصل الثالث، إذا هناك مقطع أول يقول فيه السارد: كان المنزل الجديد الذي انتقلنا إليه على عكس القديم، ورأيت فيه خلاصا من ذلك المنزل الغامض القديم. إذا هنا السارد يقارن لنا بين المنزل الجديد والمنزل القديم. هذا الأخير لم تكن علاقته به علاقة جيدة، حيث أن كل ما كان في هذا المنزل كان يجعله يحس بالخوف وبالرعب. إذا يبدو أنه الآن مرتاح في هذا المنزل الجديد. كتعليق يمكننا أن نقول: وصف السارد للمنزل الجديد بصفة عامة. في مقطع آخر يقول: كثيرا ما كانت ميلي تقبل علي وتخبرني أننا سنخرج. إذا واضح أن ميلي هذه كانت على مسافة قريبة دائما من السارد، حيث أنها هي التي أخبرته بوفاة والدته، ووقفت في وجه الجميع وأخذته من أجل رؤيتها رغم صغر سنه. والآن يمكن أن نقول أنها تواصل مواساته والوقوف إلى جانبه، وتخبره دائما أنهما سيخرجان وتأخذه معها. فالتعليق يمكن أن نقول أن السارد يتحدث لنا عن علاقته ميلي باترونوس، التي كان منزل عائلتها غير بعيد عن المنزل الجديد للسارد، وبالتالي فالسارد لم يكن يجد صعوبة كبيرة في الذهاب وزيارة عائلة باترونوس. إذا كتعليق يمكن القول: علاقة السارد بميلي التي كانت تصطحبه إلى السينما والمسرح وحديقة الحيوان، وتجدر الإشارة إلى أنها أماكن كما نلاحظ لها هذا الطابع الثقافي إن صح القول، والطابع الترفيهي. ويمكن أن نقول أن كانت لها انعكاسات مهمة على شخصية السارد فيما بعد. إذا كتعليق على هذا الفصل يمكن أن نقول: انتقال السارد من وعائلته من منزلهم القديم إلى المنزل الجديد، حيث كانت تزورهم دائما ميلي وتأخذه معها إلى العديد من الأماكن. في الفصل الموالي وهو الفصل الرابع، إذا نقرأ هذا المقطع، يقول فيه السارد: وآل باترونوس عائلة إنجليزية من أصل يوناني، تتألف من أخوين، اسم أحدهما جورجي وهو شاب أنيق اجتماعي، واسم ثانيهما أندري وهو شاب شارد يميل إلى العزلة. ثم تأتي الأخوات الثلاث وكبراهن ميلي ثم أليني ثم أنجي. إذا كتعليق على ما يقع في هذا الفصل يمكن أن نقول: وصف السارد لعائلة آل باترونوس وأفرادها. طبعا هذا أبرز ما يقوم به السارد في هذا الفصل، حيث يحدثنا
على كل أفراد هذه العائلة الإنجليزية. كخلاصة للفصول الأربعة يمكن أن نقول التالي: يحكي السارد في هذه الفصول كيف هاجر مع عائلته من الدار البيضاء إلى مانشستر بإنجلترا، حيث كان يقضي معظم وقته رفقة الخادمة قبل أن يفقد والدته التي سيخلف موتها تغيرا كبيرا في أجواء البيت بشكل عام. بعد ذلك سينتقل السارد وعائلته لمنزل جديد سيبدأ فيه التعرف على العالم، وقد ساعد في ذلك قربه من منزل عائلة باترونوس. إذا هذا أبرز ما يمكن أن نقوله عن هذه الفصول الأربعة، على أساس أن نستكمل بحول الله الحديث عن باقي الفصول الأخرى. وشكرا لك. وقيل ما تسجلش واحد اللعيبة.